السلام عليكم، ازيكم دكاترة، اخباركم ايه؟ هنتكلم النهاردة مع بعض ان شاء الله على النون انفكشوس ستوماتيتس ونكمل الالسرز بتاعة التانج والماوث. احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الانفكشوس، الفيديو ده بسيط ان شاء الله وسهل بالنون انفكشوس. اشهر حاجة في النون انفكشوس ستوماتيتس واشهر حاجة تعمل السر الافسوس السر. الافسوس السر دي عبارة عن ويل سيركمسكرايبد السر، بتبقى سمول وشالو وايت بيز. اهم كلمة فيها انها كونجستد مارجن، وده اللي بيميزها عن غيرها، تمام؟ يعني دي اهم حاجة تميزها عن غيرها، انها بتبقى كونجستد مارجن. يعني اهو احنا شايفين انها وايت بيز اهوت، وادي المارجن بتاعها كونجستد بعكس الهربس. يعني احنا لو طلعنا فوق كده شويه، لو جينا مثلا طلعنا فوق كده شويه، ثانيه واحده، بصوا الهربس اهو، بصوا المنظر جريش، تمام؟ المارجن بتاعها جري شويه، تمام؟ وده عكس الافسوس، يعني الاثنين ما يلخبطونيش عن بعض، لان بلاقي ناس متلخبطه. لا، ما يلخبطونيش عن بعض. بصوا منظر ديت وبصوا منظر ديت، بصوا المارجن بتاعي كونجستد ازاي، والجزء الوايت البيز بتاعتي الوايت ديت هي اللي لجوه، تمام؟ فما تلخبطنيش، تمام؟ ده ادي الكونجستد مارجن. الفكره بس في الافسوس السر انها بتبقى بين في الالسر، وبالتالي بيبقى فيه درولينج اوف سلايفا، والبيبي مش قادر ياكل. بتحصل في الناس الكبار وبتحصل في الاطفال، بتحصل في كل الاعمار. خلي بالك بس من حاجه، ان الريكرنت افسوس السر في الناس الكبار شويه، الاطفال والكبار شويه، من الحاجات المهمه جدا اللي بتعملها الجرد، فخد بالك ان ده ممكن يكون جرد. فابدا اساله عندك حرقان، ابدا اكتب له بقى ادويه الجرد لو فعلا ثبت ان هو عنده جرد. طيب لو مش جرد، بيبقى بسبب سايكولوجيكال ترابل. يعني انا شخصيا ايام الامتحانات كنت بقضي ايام الامتحانات كلها عندي افسوس السر، تمام؟ فنخلي بالنا بس من موضوع الافسوس السر دوت، بيبقى بسبب سايكولوجيكال ترابل. ثانيه واحده بس، معذره بس باب المركز كان عمال يخبط فقفلته. طيب الافسوس اثر من الحاجات اللي بتبقى سبب سايكولوجيكال ترابل، فانت خد بالك انها ممكن تكون بسبب سايكولوجيكال. يعني طفل مثلا اول مره يتدرب على البوتي تريننج، او يروح المدرسه، او يروح الحضانه، او والدته متوفيه. انا شفت طفل عنده ريكارنت افسوس اثر، ولما خدت هيستوري كويس لقيت ان والدته متوفيه، تمام؟ فدايما بيبقى ليه علاقه بالسايكولوجيكال ترابل. احنا نفسنا ايام الامتحانات كان باستمرار الافسوس اثر متواجده. يعني طيب بكتب للعيان ايه؟ بكتب له حاجه زي السولكو سيريال، ده بيدهن 3-4 مرات يوميا. ده من الحاجات اللي بتعمل انهانسمنت للابيثيليوم وبتساعد على هيلينج. هتلاقوا السولكو سيريال ده منه قطرات، يعني حتى في قطره منه بنكتبها لو في كورنيال ارثر او حاجه، فهو من الحاجات المستخدمه. بياخد منه العيان 3-4 مرات يوميا. في حاجه عندي زي المنديسال، المنديسال ده اورال جل، بيبقى عباره عن حاجه تزود الهيلينج وفي نفس الوقت عليها انالجيزك، وبالتالي بيسكن الوجع. انا بكتب المنديسال ده على طول، وهو اورال جل ومش غالي، كان ب6 جنيه، بعد ما غالي بقى ب8 او 9 حاجه زي كده، يعني حاجه كويسه جدا. العيان بيحط منه 5-6 مرات يوميا، هتلاقي الانبوبه بتكفيه يوم ونص، تمام؟ يعني لو هياخد 6 مرات تلاقي مثلا بتكفيه يوم ونص، تمام؟ فعادي مش مشكله اما يجيب مثلا، ولو بتكفيه يوم مثلا عادي مش هتاثر لو ما يجيب كل يوم ب8 جنيه انبوبه يعني، تمام؟ فانا بكتب المنتزال لان هو كويس كانالجيزك، في انالجيزك ويزود الهيلينج كمان. لو في كوز قصادك واضح زي مثلا السايكولوجيكال ترابل، حاول مثلا تودي الطفل ده لحد سايكولوجي كويس. لو في جرد، حاول تعالج الجرد. طيب التروماتيك السر عندنا دي بتبقى اكبر في الناس الكبار شويه، في الاطفال الكبار شويه، والناس الكبار اللي هم قدنا مثلا بيبقى عنده هيستوري اوف تروما، يقول لك يا دكتور انا عضيت شفتي او عضيت لساني فالالسر دي موجوده عندك. هتكتب له على حاجه زي الاورا كيور، حاجه انالجيزك بس كده مش اكتر. بتبقى برده في الالفتد تيس، يعني احيانا الناس تركب طربوش او تركب سنه او حاجه وتبقى الفتد، فتبدا تعور في جنبه. وفي ناس بتبقى عندها ضرس العقل طالع غلط شويه، طالع لبره او طالع لجوه شويه، فيبدا يعض في كل ما يجي يبلع او يمضغ حاجه، تبدا تعض في التشيك بتاعه في خده من جوه، فتاخد بالك ان دوت هيستوري اوف تروما ولازم تعمل له ريفير لحد بتاع اسنان. طيب الدرجز عندي حاجه زي الفينوتوين، وده اشهر واحد في الدرجز كلها. الفينوتوين ده دواء بنديه في حالات الصرع، في حالات الابيليبسي، لقيناه بيعمل حاجه اسمها جنجيفال هايبربليزيا. الحاله اللي قصادنا دي كومن جدا وبنشوفها، لقينا الفينوتوين ده بيعمل جنجيفال هايبربليزيا. اول مره اتوصف تقريبا كان في الستينيات في طفل عنده صرع وكان ماشي على الفينوتوين، لقوا اول مره يحصل ويديفلوب الايفكت دي عندي كانت في الستينات، وبداوا يوصفوها وبقت
بدات موصوفه في الكتب ان الفينيتون اشهر حاجه اشهر ده بيعمل جينجيفال هايبربليزيا. قال ان في ادويه تانية بتعمل ده حاجه زي السايكلوسبورين، عشان لو جات لك في ميل ماشي على ادويه اميون سبريسنت السايكلوسبورين بيعمل جينجيفال هايبربليزيا. من الحاجات الغريبه جدا ان بعض الناس اللي خدت كالسيوم شانل بلوكر وخصوصا ان في ديبين لقوا ان عندها برضو نفس المشكله، بيحصل جينجيفال هايبربليزيا ما بيبقاش بالصوره الفظيعه اللي قصادنا دي، ولكن بيبقى بصوره كويسه يعني كويسه عن كده شويه، ولكن بيبقى فيه جينجيفال هايبربليزيا. ويمكن اشهر سيرو في السايت ده قال لك بسبب ان هو مثلا ان هو عامل بلوك للكالسيوم شانل، وبالتالي ما فيش عندك الكالسيوم مش عارف يدخل جوه الخليه، فمش عارف يعمل ديجراديشن للكولاجين اللي موجود عندك في الجينجيفا، وبالتالي بيحصل ديبوزيشن للكولاجين كله فوق بعضه فيحصل عندك الجينجيفال هايبربليزيا. هي ما بتبقاش زي ما قلت لكم بالصوره العنيفه اللي قصادنا ديت، ولكن بتبقى موجوده ووصفوها في النيفيديبين بالذات، وده مش حاجه كومن ولكن موجوده عندك وموصوفه في الكتب. عايز اقول حاجه بس قبل ما اقفل هنا في الافسوس ألسر، من المهم جدا انك تاخد هيستوري كويس، لان احيانا الافسس الالسر ديت بتبقى اسوشيتد لو هي في الجينيتال اريا كمان معاها بتبقى اسوشيتد ببهس الديزيز، فخد هيستوري كويس من البيشنت بتاعك، شوف فيه عنده في الجينيتال اريا كمان ولا لا، لو في الجينيتال اريا ابدا شك في البهس الديزيز وحوله لحد اميونولوجي يتابع معاه.